شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول فضيلة من أمهات الفضائل الأخلاقية، وهذه الفضيلة هي المدارات. ونتحدث حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى ضمن النقاط. النقطة الأولى الفرق بين المداهنة والمدارات. النقطة الثانية ضرورة المدارات. النقطة الثالثة مقومات المدارات. النقطة الرابعة المدارات في الحياة العائلية. أما حول النقطة الأولى الفرق فيما بين المداهنة والمدارات، ذكروا أن الفرق فيما بينهما أن المداهنة عبارة عن بذل الدين لأجل الدنيا. إذا واحد بذل دينه لدنياه كان من أعوان الظلمة، للحفاظ على دنياه. هذه العملية يقال لها عملية المداهنة. وفي الآية الكريمة ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بذل الدين التضحية بالدين
لأجل الدنيا. أما المدارات فهي بذل الدنيا لأجل الدين أو الدنيا. المدارات يعني لكم عدو ديني أو عدو دنيوي تبذلون له المال. بذل الدنيا إما لأجل الدين كما كان النبي صلى الله عليه وآله يبذل الأموال للمنافقين. النبي صلى الله عليه وآله في مرة واحدة أعطى على ما في بالي لأبي سفيان اللي هذا كان قائد الجبهة المناوئ، أعطى له ما سد بين الجبلين من الآبال. شيء هائل، أبو سفيان هو قائد وهو حاكم، تعجب من ذلك وقال يا نبي الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني كم إبل كانت؟ 200، 300، 100، أكثر أقل. اللي هذا العمل أدهش أبا سفيان، إنك تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، تبذلون الدنيا لأجل الدين أو لأجل الدنيا. بذل الدنيا للدنيا. عدكم عدو يؤذيكم تبذلون له المال حتى تسكتوا هذا العدو. مثلا هذه يقال لها مدارات. إذن المداهنة عبارة عن بذل الدين لأجل الدنيا، والمدارات عبارة عن بذل الدنيا لأجل الدين أو الدنيا. هذا هو البحث الأول، الفرق فيما بين المداهنة والمدارات. البحث الثاني ضرورة المدارات. الحقيقة المدارات خلاف الحالة الطبيعية للأفراد. الأفراد يحاولون حل المشكلات وحل القضايا العالقة بالحلول العسكرية. الحلول العنيفة هذه الطبيعة الأولية في الأفراد. واحد عنده طفل في البيت، هذا الطفل لا يرضي عمله منهجه، الأب أو الأم يحاولون أن ينهوا هذه الحالة بالحل العسكري، يعني ضرب الطفل، يعني طرد الطفل. نحن نعتقد أن الحلول العسكرية عادة غير مجدية، ربما تكون هنالك ضرورات
أحياناً واحد يضطر إلى قطع يده والعياذ بالله أو رجله. هؤلاء الذين يبتلون بالسكر أحياناً يضطرون إلى قطع أرجله، هذه ضرورة. ولكن كلامنا في الحالة الطبيعية، الحالة الأولية، الحلول العنيفة، الحلول القاطعة، الحلول العسكرية، هذه فيها مؤاخذات. المؤاخذة الأولى، هذه المؤاخذة تحتاج إلى بحث مطول، ولكن نقتصر ونختصر. هذا الأثر هو الأثر النفسي. إذا واحد أخطأ في حقكم خطأ، أنتوا رددتوا عليه بالمثل، اعتديتوا عليه. الوالد رحمه الله كان يقول، الآية تقول فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. اعتداء هذا ولو هو رد الاعتداء، لكنه اعتداء. انتم عندما رددتوا عليه بالمثل، حتى اذا كان هذا الرد مشروعا في حد ذاته، كل فرد عنده طبيعة الدفاع عن الذات، كل واحد منا. الفرد عند طبيعة الدفاع عن الذات والتحيز للذات. الإنسان في تفكيره في الكون والحياة ينطلق عادة من ذاته، الذات هي المحور. فأنتوا إذا رديتوا عليه بالمثل أو باعتداء أشد، واحد أخطأ نهرتوه، هذه طبيعة الدفاع عن الذات تجعله يفكر في الدفاع عن ذاته خارجيا ونفسيا. وهذه الحالة الهجومية تعمق قناعات الباطنية. القناعة الباطنية اللي كانت عنده تتعمق. إذا ما كانت عنده قناعة باطنية، هذه القناعة الباطنية توجد، أنا على حق، وموقفي كان موقفا صائبا. أما إذا رددت عليه بما قاله أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إنما هو سب بسب، واحد قال للإمام كافر، ما أفقهه، قاتله الله من كافر ما أفقهه، كافر ولكنه يفهم. فقال الإمام إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وأنا أولى بالعفو، اتركه. هذا الموقف موقف العفو، أو فوق موقف العفو موقف الإحسان. في آية أخرى الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هذا الموقف يجعله يعيد النظر في موقف،
هنا النفس اللوامة تبدأ بالحركة، هذا موقفي كان صحيح أو مو صحيح. وكثيرا ما هذا التفكير ينتهي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى التراجع عن موقفه. هذه نذكرها بين قوسين. واحد يقول طفلي أخطأ فأنا عاتبته على خطأه. الطفل، أنتوا لا تشوفون هذا الطفل، الطفل هذا عنده روحية الفرد الكبير، عنده كرامة، عنده شخصية، يعتبر نفسه إنسانا كبقية الأفراد. يقول أنا عندما عاتبته هو غضب وقال بابا أنا ما أحبك. الآن هذا الأب إذا يقول أنا ما أحبك، الطفل شنو؟ هذه حالة الهجوم تتحرك. أحيانا الطفل يهاجم أبوه أو يهاجم أمه يدويا. يقول أنا فكرت قليلا وقلت له ولكن أنا أحبك. أنت، هو قال الطفل أنا ما أحبك، قلت له لكن أنا أحبك. كأنه هذا الجواب ما كان منتظر. يقول شوية فكر بعدين قال بابا أنا ما أحبك. انتهت القضية. المحبة تحول الأشواك إلى ورود، المحبة تحول المرارة إلى حلاوة، المحبة تحول السجن إلى حديقة. هذا دور في القضية المعروفة أن ذلك الرجل الذي شتم الإمام الحسين صلوات الله عليه أو الإمام الحسن صلوات الله عليه، فالإمام صلوات الله عليه الفعل والاستجابة، كيف تكون الاستجابة؟ بالمثل، فوق المثل، بالسكوت أو بالإحسان إليه. هذا النوع من الاستجابة للفعل. الإمام صلوات الله عليه قال إن كنت أظنك غريبا فإن كنت فقيرا أعطيناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك. هذا الموقف جعله يعيد النظر في قناعاته، فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. شوفوا هذا العدو الناصبي يتحول إلى موالي لأهل البيت. هذا هو الأثر الأول للمداراة، أن الطرف يبدأ هذا الموقف، يتيح له المجال ليعيد التفكير في قناعاته. أنا موقفي كان صحيح لو غلط، ليش فعلت هذا العمل؟ زوجتكم في البيت إذا هاجمتكم ظلماً أنتوا رددتوا عليها بالمثل، هذه حالة الدفاع عن الذات تبدأ. حالة الدفاع عن الذات ما تخلي مجال للتفكير المنطقي. أما إذا رديتوا بالسكوت أو رديتوا باللطف والملاطفة، هنا بعد حالة الدفاع عن الذات ما تتحرك. المرأة تعيد التفكير في موقفها، أنا ليش أخذت هذا الموقف؟
هذه النفس اللوامة موجودة، تبدأ بالحركة. هذا الأثر الأول للرفق والمداراة، إتاحة المجال للفرد حتى يعيد النظر في قناعاته ومواقفه. النقطة الثانية للمداراة وعدم المداراة، إحنا النقطة مهمة عندنا، وهذه النقطة لعلها كانت الهدف من بعثة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وهذه النقطة هي إتمام الحجة على الخلق. وفي الآية الكريمة لئلا يكون للناس على الله حجة، ما يقولون، لا يقولون لم نعرف، لا يقولون ما فهمنا ما عرفنا. هذه نقطة مهمة في القرآن الكريم مذكورة، والأنبياء كانوا يهمهم هذه النقطة. في آية أخرى الله تعالى يقول ليهلك من هلك عن بينة، ولو هلك ولكن الحجة تكون قد تمت عليه، ويحيى من حي عن بينة، الناجي يكون عن بينة والهالك يكون عن بينة. إحدى الأشياء التي يفرزها موقف العنف وعدم المداراة والتفكير بالحلول العسكرية، أنه هذا الهدف المهم من بعثة الأنبياء يعطل أو يكون كالمعطل ولو بالنسبة إلى بعض الأفراد وبالنسبة إلى بعض المواقع، وبالذات الآن في هذا العهد. في هذا العهد إحدى القضايا المهمة قضية الحلول العسكرية. النبي صلى الله عليه وآله تقدم الإسلام كان منوطا بثلاثة عوامل مهمة: مال خديجة صلوات الله عليها، وسيف علي صلوات الله عليه، الوالد رحمه الله كاتب في بعض كتب أن جميع حروب النبي صلى الله عليه وآله كانت حروب دفاعية ولم يكن فيها حرب هجومي واحد أو حرب هجومية واحد. والشيء الثالث أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. الحلول العسكرية هذه تشوش الرؤية على الدين، يعني الناس ينظرون إلى المسلمين كأمة متوحشة بدائية، وهذه النظرة تمنعهم عن الإيمان والدين. أحد الإخوة كان في بلاد الكفر، رجل متدين طيب، يقول أنا كنت أذهب إلى رجل أشتري منه ما أحتاج إليه. في يوم من الأيام بعض
بعد بعض الأعمال العنيفة قال لي عندي رجاء منك، شايف الأعمال التي جرت بالتلفزيونات بالقنوات الفضائية، عندي رجاء منك، وهو أنه بعد لا تجي إلى محلي، أنا ما أحب تجي إلى محلي. قلت له لماذا؟ قال لأن أنا عندما أشوفك أخاف منك. هذه الصورة التي بثت انطبعت في ذهنه. الحقيقة هذه الأعمال تشوه النظرة إلى الدين. النبي صلى الله عليه وآله في حديث يقول لولا أن يقول الناس، إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر الاسم المبارك، استعان برجال، فلما مضمون الحديث وصل إلى الحكم انتقم منهم، لضربت أعناق كثير من الأفراد كانوا يستحقون القتل، ولكن لولا أن يقال. الحرب قضية طبيعية، الحرب الدفاعية، واحد عدو هجم عليكم أنتم تدافعون، ولكن أنه تأخذ واحد وتقتله أو تذبحه، هذا يشوه النظرة إلى الدين ويشكل مانعا من إيمان الكثيرين. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى الحلول العسكرية تحرك حالة الدفاع عن الذات ولا تدع مجالا لإعادة النظر في القناعات. النقطة الثانية أن الحلول العسكرية هذه تشوه نظرة الأفراد إلى الدين. النقطة الثالثة ماكو هنالك تكافؤ، بغض النظر عن النقطتين الأولين، تكافؤ ماكو في ميزان القوى. إذا هنالك تكافؤ في ميزان القوى يمكن واحد يفكر في الحلول العسكرية فرضا، ولكن عندما لا يوجد هنالك تكافؤ الحل العسكري ينتهي إلى الفشل ولو بعد 10 أعوام. والآن إحنا ما عندنا تكافؤ في هذه الناحية مع الأعداء. من هذه المنطلقات الثلاثة نحن نعتقد أن الحلول العسكرية، العنف، هذه ينبغي ألا تكون إلا في أقصى حالات الضرورة، وأنه يجب أن يحل محل ذلك الرفق والمداراة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ونختصر، المداراة لها قواعد. الآن الفرد أراد أن يتحلى بهذه الفضيلة الأخلاقية في البيت، في المجتمع، مع الآخرين، مع الأقرباء، مع البعداء، هذه لها قواعد. من جملة قواعد المداراة التغافل. كلمة التغافل موجودة في الروايات. ذاك الرجل جاء إلى الإمام صلوات الله عليه وشتمه الإمام السجاد صلوات الله عليه على ما أتذكر. الإمام تغافل عنه،
إذا واحد تكلم عليكم، أنتم تريدون أن تديروا المجتمع أو تديروا جانبا من المجتمع. في المستقبل كنتم وكيلا في بلدة، قائدا في بلدة. التغافل، واحد تكلم عليكم، أنتم لا تظهروا. أكو بعض الأفراد هؤلاء يظهرون إظهار، واحد تكلم عليكم تجون عندي ليش تكلمت علي؟ هذا خلاف المدارات وخلاف الإدارة، هذا خطأ من الناحية الإدارية. أظهروا أنكم لم تعلموا شيئا. شتم الإمام، الإمام أعرض عنه كأنه هذا دا يتكلم ويا واحد آخر. فقال للإمام: إياك أعني، أنا دا أتكلم وياك. فقال الإمام صلوات الله عليه: وعنك أغضي. انتهت القضية. ذاك الرجل قال للإمام صلوات الله عليه، شتم الإمام، ثم قال له: إن قلت واحدة قلت عشرة. الإمام قال له: إن قلت عشرا لم أقل واحد. القضية الأولى قضية التغافل، أي واحد تكلم عنكم فعل خطأ، اتخذ موقفا غير الصحيح. واحد لا يظهر بوجهه أبدا، عندما تشوفوا نفس الحرارة القديمة اللي كانت عندكم لتكن لكم، تنتهي القضية. أما واحد يدخل في حلقة مفرغة من الفعل ورد الفعل، وين تنتهي القضية؟ تكلم عليكم، تغافلت، وانتهت القضية. أما تكلمت، أظهرت، انتقدت، بعثت له خبر، القضية هالشكل تتحرك في هذه الدائرة التي لا تنتهي. هنالك تعبير عجيب في الروايات، شوية تعبير قد يكون ثقيل علينا أو على بعضنا. كلمة التغافل شوية مهضومة. الكلمة الثانية التغابي في الروايات، التغابي يعني واحد يظهر نفسه غبيا، يعني لا يفهم. تحل المشاكل، هذا من المقومات، من مقومات المدارات التغافل. من مقومات المدارات أنه كل واحد له طريق معين. الفرد يجب بالذات الذي يكون قائدا في موقع، حتى إذا يكون قائد في قرية، يجب أن يلاحظ ما هو المفتاح. كل فرد له مفتاح معين. المفتاح للتأثير على هذا الفرد ما هو؟ قد يكون واحد المفتاح له المال، قلنا إن المدارات بذل الدنيا للدين أو للدنيا، هذا تعريفه. واحد مفتاح المال، خير المال ما وقي به العرض. واحد المفتاح الأخلاق، واحد مفتاح الرفق، واحد المفتاح شيء آخر. يجب أن يلاحظ ما هو المفتاح. السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه من الأفراد النوادر حقيقة،
وقل، ما أقول ماكو، أكو ولكن قل، أن تنقل مواقف مثل مواقف. إحنا عادة عندما نواجه مشكلة نفكر في حلها بالمبضع، ولكن أكو هنالك طرق ثانية. ينقل أحد الأفراد كثير قضايا أكو في أحواله في حياته، كل بمنهج. ينقل أحد الأفراد في إحدى مناطق العراق كان هنالك مدير شرطة. هذا مدير الشرطة كان يتعامل مع تلك المنطقة بعقلية رئيس الجمهورية هالشكل. أكو بعض الأفراد في موقع يتعامل معاملة الحاكم، صلاة ما كان يصلي، خمر كان يشرب، المحرمات كان يرتكبها، يظلم الناس، يتجبر عليهم، وبالذات شيعة أهل البيت كان يظلمهم ظلم شديد. أحد الوجهاء في تلك المنطقة يقول الكل كانوا متأذين منه وبالذات شيعة أهل البيت. يقول في مرة من المرات ذهبت إلى النجف الأشرف، فذهبت إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه وشكوت له ذلك. السيد كان عنده نفوذ، كان بالإمكان أن يستخدم هذا النفوذ في سجن هذا الرجل، في إبعاد هذا الرجل، أو ما أشبه ذلك من هذه الحلول التي اعتدنا عليها، حلول المبضع والعملية الجراحية. يقول هو قال إذا رجعت روح إلى هذا مدير الشرطة وأبلغه تحياتي وقل له إن السيد يريد أن يراك. يقول أنا مرحت ورأيته وأبلغت سلام السيد وقلت السيد يريد يشوفه. قال ما أنا وله، أنا ما أعرف هذا، وما لي وله، هو في وادي أنا في وادي ثاني. بعدين شوية فكر قال لا ما يخالف أروح أشوفه، ولكن أنا الآن حالق لحيتي مو ملائم بهذه الهيئة أروح عنده، انتظر كم يوم حتى لحيتي تطلع ونروح. يقول بعد أيام عندما نبتت لحيته بمقدار، رحنا من تلك المنطقة إلى النجف. اجا يقول السيد عندما شافه رحب به ترحيبا شديدا وكأنه صديق قديم. احنا اذا واحد يتكلم عد علينا كلمة واحدة تبقى هاي الكلمة 40 عام في قلبنا. يقول احد الكتاب كتب لي كاتب كلمة فيها حادة فيها حدة، لا بأس ان ننقل هاي القضية حتى تشوفون ردود الفعل ايش قد عنيفة. يقول هو كاتب مبتدي ناشئ، يقول كتبت إلى كاتب كبير مكتوب، قلت أنا أريد أستفيد من تجاربكم. أخير شيء كتبت أمليت ولم تراجع. أحيانا الكبار يكتبون هاي الكلمة، يعني ما كان عندي وقت أراجع مكتوبي فأمليتها على كاتبي ولم أراجعها، فهذا متعلم هاي الكلمة فكتبها للكاتب العظيم هذا المبتدي. كتب أريد إرشاداتكم، بعدين أخيرا أمليت يعني الرسالة ولم تراجع. فيقول هذا الكاتب الكبير عندما قرأ شاف جدا هذا سوء أدب، فكتب لي كلمة واحدة، كتب إلى فلان إن سوء أدبك لا يفوقه إلا سوء أدبك. هذا هو
يقول الرسالة وصلت إلي وأوجدت طوفان في قلبي. يقول بعد مدة ما أدري بعد 20 عام أقل أكثر مات هذا الأديب الكبير. يقولون عند يقول عندما نقل لي خبر موته تدرون شنو إجا في بالي؟ فقط هاي الكلمة: إن سوء أدبك لا يفوقه إلا سوء أدبك. واحد يقول كلمة حادة لزوجته، هاي الكلمة 20 عام تبقى في ذهن. واحد جدا يجب أن يكون دقيقا. المرأة تقول كلمة حادة لزوجها: أنا خير منك ما شفت من أول ما تزوجت. هذا جرح الكرامة. الإنسان من أهم الأشياء عند كرامته، إذا جرحت كرامته جراحات السنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فواحد جدا يجب أن يكون دقيق. يقول رحب به ترحيبا شديدا وقعد عند مدير الشرطة وقال له: أنا سمعت أنت مدير شرطة في المنطقة الفلانية. قال: نعم. قال: الحكومة كم تعطيك راتب؟ قال: 14 دينار. 14 دينار ذاك الوقت مبلغ كبير. السيد قال: أنت مدير شرطة وإلك عائلة ومراجعين، يمكن هذا المبلغ ما يكفيك. فقال: يجب أن نقنع بالموجود. قال: أنا عندي وكيل في الحلة، المنطقة كانت من توابع الحلة، وأنا أكتب الآن مكتوب لهذا الوكيل وأعطيه لك، اللي كل شهر يعطيك 14 دينار تستعين به على أموره. وهذا الأمر سر بيننا، بيني وبينك وبين ذاك الوكيل، لا يعلم به أحد. هذا الرجل كان قاعد بعيد، هذا المرافق الوجيه. يقول هو تشكر. بعدين قال له أنه هذا المال اللي يعطى لك هذا يختلف عن راتب الحكومة. راتب الحكومة مو معلوم، أموال محللة محرمة مختلطة، ولعله كل يكون حرام مال الحكومة. أما هذا المال فهو مال حلال، ولا يعطى هذا المال إلا للمصلين. ما كان يصلي. قال: إيه مولانا أنا أصلي. السيدة ما جاب بوجه شيء، أنه ليش فعلت كذا ليش. بعدين راح، بعد ما راح حتى يطلع نادى، قال له: واظب على صلاتك، الصلاة فيها سعادة الدنيا والآخرة. قال: إيه. يقول بعد ما طلعنا قال لي هذا رئيس الشرطة، قال: اعتبرني واحد منكم. ولم يكن من شيعة أهل البيت. هذا الموقف هزه. اعتبرني واحد منكم، ومن بكرة تعال إلى بيتي علمني كيفية الصلاة. يقول: أنا من بكرة كنت أروح إلى بيته وأعلمه كيفية الصلاة. بعدين قال: علم أولادي أيضا كيفية الصلاة. فعلمتهم وتحولت العائلة إلى عائلة متدينة. ورئيس الشرطة هذا بعد ذلك لم يظلم أحدا، وكان يحسن إلى المجتمع. القضية مو قضية مال فقط، القضية قضية موقف. السيد أثر فيه بهذا الموقف. كان أكو عالم في طهران يقال له النجم الآبادي. هذا في ليلة من الليالي قام لصلاة الليل، راح في الحوش على الحوض أخذ يتوضأ لصلاة الليل.
كان أكو حرامي جاي حتى يسرق بيت هذا الشيخ، كان فوق الحائط. فد مرة الحرامي فوجئ بالشيخ وهو على الحوض دا يتوضأ، كان يريد ينزل، فارتبك وزلت قدمه وسقط، فرجله التوت وأخذ يئن ويصرخ. الشيخ اجى عنده وقال لا عليك لا تخاف، وأخذ يدلك قدمه تدليك. سحرامي هذا أخذ يدلك قدمه إلى أن خف الوجع وخف أنينه. بعدين قال تعال بالغرفة حتى نشرب شاي. المهم الشاي كان حاضر عنده وحضر له الشاي. كان ويا حرامي ثاني منتظر برا، فالحرام الثاني شاف هذا أبطأ، فصعد أيضا فوق الجدار، شاف الشيخ قاعد ودا يدلك رجل هذا صاحبه. الشيخ شافه قال له تعال اشرب شاي ويانا. فأجى الحرام الثاني على خوف ووجل، فالشيخ قال لهما كل واحد يخطئ في حياته، انتو كان المفروض ان تمشوا على الارض المسطحة، ولكن اخطأتما الطريق ومشيتما على الجدران والحيطان. الله تعالى مضمون كلامه غفور رحيم. هذا الموقف من الشيخ أثر فيهما، وكاتبين أنهما تابا بعد ذلك وأصبحا من الأخيار. وأكو قضية نظير هذه القضية تنقل عن العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه مع عصابة الأشرار، حيث قال رئيس تلك العصابة إحنا من صفاتنا أنه إذا أكلنا ملح واحد ما نكسر المملحة، يعني ما ننسى فضله. فقال له إذا هالشكل الله اللي أنعم عليكم بهذه النعم الكثيرة وأكلتم ملحة كسرتم المملحة لولا. هاي الكلمة أثرت بي، وبكرة عاد إلى الشيخ وتاب على يديه وأصبح من الأخيار، هذا رئيس عصابة الأشرار. نختم الكلام بالنقطة الرابعة باختصار، وهذه قضية مشكلة جدا، المدارات في الحياة العائلية. المرأة عاطفية، طبيعة المرأة، واحد يحاول أن يدير المرأة. أكو في الحديث من مات مداريا مات شهيدا، هذا النوع من أنواع الشهادة، مداراة المجتمع، ومنها مداراة فد واحد عاطفي. الآن تريدون تديرون رجل، خب الرجل مركب، الجانب العقلاني يغلب على الجانب العاطفي. أما المرأة الله تعالى خلقها بشكل الجانب العاطفي يغلب على الجانب عقلاني لحكمة مذكورة في محلها. فالمدارات في الحقيقة تحتاج إلى قرار. النبي صلى الله عليه وآله في بيت امرأة تقود جيشا، هاي مرأة لو قائد عسكري، هاي المرأة هاي شلون روحية عندها هاي المرأة. يقولون فد واحد مسيحي قال لمسلم في المفاضلة بين نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وبين المسيح، قال نبيكم تزوج
ونبينا المسيح ما تزوج، فهو أفضل منه، تحمل مشكلات عدم الزواج فهو أفضل. هذا المسلم جاوب جواب جدا لطيف، قال عيش النبي صلى الله عليه وآله ليلة واحدة مع هذه المرأة هذا أصعب من عيش المسيح عمرا كاملا بلا زوجة. المسيح عمر كامل عاش بلا زوجة، هذا في عناء في صعوبة، لكن النبي ليلة واحدة يقضيها مع هذه المرأة هذه المعاناة أشد من ذيك المعاناة. بالبخاري أكو، راجع البخاري على ما في بالي، النبي أشار إلى بيتها وقال منها هنا يطلع الشيطان قرنه، من بيت هذه المرأة. هذا في على ما في بالي في البخاري موجود. عجيب شلون هاي الكلمة فلتت من البخاري في كتابه. هاي أيضا جزء هداية الله التشريعي. النبي صلى الله عليه وآله عاش مع هذه المرأة. عدنا في أحاديثنا مرة من المرات اتهمت النبي صلى الله عليه وآله بتهمة عظيمة، تهمة عظيمة، شوفوها بالروايات. النبي صلى الله عليه وآله لم يزد على قول لم أفعل ذلك، هذا هو. هذا المنهج النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا حياة العائلية والفتن اللي كانت تثيرها هذه المرأة وزميلتها. اللي راجعوا الكشاف يقول هذه السورة هذه الآية ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع داخلين. هذا في شأن هاتين المرأتين. لاحظوا النبي شلون كان يعيش ويا هاي المرأة. الإمام المجتبى صلوات الله عليه مع هذه المرأة اللي بالنتيجة تدس السم لزوجها، هاي شلون روحي يعدها، شلون مرأة، هذا مظهر تلك الروحية، شلون عاش مع هذه المرأة. الإمام الجواد صلوات الله عليه شلون عاش مع أم الفاضل، وهكذا. هذه يجب أن تكون نماذج لنا في حياتنا. إحنا يجب علينا أن نبدأ المدارات في البيت وننتهي به إلى المجتمع. كم رواية أقرأها سريعا وأختم. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يقول أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. شلون الصلاة الله أمر، الحج أمر، أمرني بالمداراة. عن النبي صلى الله عليه وآله أعقل الناس أشدهم مداراة للناس، هذا مقتضى العقل. الإنسان اللي يدار الآخرين أول جزاء يعطيه الله سبحانه الراحة النفسية، واحد مرتاح، هذا من العقل في الواقع بالإضافة إلى كونه من الشر. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه صلاح جميع المعايش والتعاشر
ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلث تغافل. واحد يتغافل. عن النبي صلى الله عليه وآله: الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه. واحد يكون رفيق، رفيق مقابل عنيف. ولا ينزع من شيء إلا شانه. هاي الرواية عجيبة عن النبي صلى الله عليه وآله: ما من عمل أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله من الإيمان بالله والرفق بعباده. شيئا يعني الإيمان والرفق هذان أحب الأعمال إلى الله، وما من عمل أبغض إلى الله تعالى من الإشراك بالله والعنف على عباده. كلمة العنف واردة في الروايات. في الحديث الشريف: ما زوي الرفق عن أهل بيت عنف أكو. الرجل عنيف مع المرأة، المرأة عنيفة مع الرجل، زوية إلا زوية عنهم الخير. ذاك البيت خير ما بي، لأن هذا البيت ميدان معركة في الواقع، هذا مو بيت. عن النبي صلى الله عليه وآله: ما اصطحب اثنان، رجل وامرأة مثلا، إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. هذا يحتاج إلى قرار. واحد يقرر أن لا يتخذ موقفاً عنيفاً في حياته. هذا القرار جداً مهم. إذا واحد قرر هذا القرار لا يستفزه شيء. أنتوا من البداية مقررين ذلك. في الحديث الصحيح: ما ضعف بدن عما قويت عليه نية. إذا نويت ذلك الله تعالى يعطيكم القدرة على ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقا. بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات.